لو بتكلم عن الشيم كويل زي ما كنت بقول، انا بعمل سمول ادجستمنتس عشان البي زيرو تبقى يونيفورم. اوكي، فانا بيسكلي دايما بميجر الحاجات دي في البي بي ام رينج. احنا دلوقتي حاليا باستعمال الشيم كويلز دي ممكن نخلي الهوموجينيتي بتاعتنا ممكن توصل لحاجه صغيره جدا زي 1 بي بي ام مثلا، بعد ما كانت 10 بي بي ام ممكن نخليها 1 بي بي ام واصغر كمان من 1 بي بي ام. طبعا دي بتبقى مهمه جدا بالنسبه لنا ببعض الابلكيشن زي السبكتروسكوبي، لان احنا في السبكتروسكوبي لو في عندنا فاريشنز في الهوموجينيتي بتطلع لنا نتائج خاطئه، او ممكن بعض الحاجات ما نقدرش نشوفها.